اهلا وسهلا بكم كل متابعينا متابعين تلفزيون اليوم السابع وتاني حلقه من برنامج نائر ونير. هقدمها لكم انا لميس محمد وانا احمد العادل. هنتكلم عن ايه يا لميس النهارده؟ هنتكلم عن ايه النهارده؟ طب انا هسيبه هو يقول احنا هنتكلم عن ايه النهارده. حلو الكلام. احنا هنتكلم النهارده عن حاجات بتخص رمضان وبالتحديد هنتكلم عن الفطار. الفطار انا واحد من الناس ايوه بحب الفطار يكون قدامي على السفره كتير. بحب الفطار اللي فيه بط ومحشي ومكرونه بشاميل وحاجات كتيره كده، تكون السفره مليانه. ما بحبش السفره مليانه لازاليز. لازاليز، ايه المشكله حاجات كده فيها لازاليز؟ كميه لازاليز. ايه المشكله عشان نربي كرش ونخرج من رمضان؟ دي احلى أنا حاجه. بقى دي احلى حاجه في رمضان تماما. انا بحب الفطار الخفيف القليل، يعني ما يبقاش فيه فرايتيز كتيره، بس دخيله عشان دخيله على رمضان. والله مش هو ده رمضان. لا ده مش رمضان يا لميس. ورمضان مش معناه ان احنا نحط 60,000 صنف على السفره وما ناكلش نصه ونفضل بعد العزومه ثلاث ايام بناكل. إيه المشكلة؟ نفس الاكل علشان نريح ماما. ماما احنا هناكل ايه بكره؟ اكل امبارح. ماما احنا هناكل ايه بعده؟ بقيته اكل عزومه اول امبارح. ايه المشكله؟ مش بنريح ماما في الاخر. المشكله ان احنا محتاجين ناكل اكل جديد كل يوم، لان انت بتبقى صايم. فلو عملنا اكل قليل، انا ما بتكلمش على اكل جديد ولا قديم، انا بتكلم على الاكل الكتير ولا الاكل القليل. ما انا بتكلم على ان احنا نعمل اكل قليل كل يوم، ما تبقاش فرايتيز كتيره. لا يعني مثلا يوم نعمل مش موافق محشي وفراخ محمره. ليه؟ لا لكن محشي وفراخ محمره وسمبوسه وجلاش وكبيبه ونحط بقى كميه مخللات كتيره بقى وحمص وحاجات كده، عشان اول مع اول معلقتين نشبع، فماما تقوم لما الاكل يبدا ناكل. طب نشاهد الناس أسبوع. نشاهد الناس نشاهد نشاهد بتحبوا ايه؟ نشاهده. بيحبوا ايه، الاكل الكتير ولا الاكل القليل؟ انت ما تشاورش على ما تشاورش عليا في الاكل القليل. اللي هو بتاع ميزه اللي هو صنفين وخلاص وناكل مش وقوم. صنفين لا طبعا، 3 4 اصناف، مش 16 70,000 صنف. والله العظيم 16 ده رمضان. لا ده مش رمضان. هو ده رمضان. رمضان لا بيحب اللمه، بيحب الاكل كتير، بيحب اللمه حاجه وبيحب الاكل كتير حاجه ثانيه. لا طبعا انا مش وافق يا ميس. مش لازم هنفضل نائر ونقير كده على طول. مش لازم اصلا بجد والله، لان وجهه نظري هي الصح. احنا اللي بنقف، احنا اللي بنقف في المطبخ. مين اللي قال وجهه نظري هي الصح؟ هو بيبقى نايم قبل الفطار. دي مش وجهه نظري انا الصح، عشان ده تبقى نايم قبل الفطار. لا طبعا ما بقاش انا اللي بطبخ، عندي شغل وعندي كل حاجه. لا طبعا انا عندي شغل. لا ووجهه نظري هي اللي صح. لا والناس هتقول ان وجهه نظري لا وجهه نظره مش صح. لا صح. لا الناس هي اللي هتقول. لا تيجي نمشي حاجه ثانيه. ده الفطار. تعالى بقى نتخانق على ميعاد السحور. تحب تسحر امتى؟ بدري علشان الحق انام، علشان اتاخر، علشان عندي شغل، علشان انا راجل مسؤول. طب ما انا ست مسؤوله، بس مشكلة. ليه اتسحر بدري لما انا ممكن هبقى لسه اصلا فطرانه فمش هلحق اجوع؟ فلا انا اتسحر متاخر واتسحر بقى كده اكل بقى الاكل اللي نفسي فيه وانا مصحى اروح الشغل. مش عادي، مش موافق. احنا السحور لازم يبقى بدري، علشان كده تعودي نفسك ان انت في اي وقت تاكلي بدري، علشان تدي لنفسك ساعتين براح قبل الفجر. ايه اللي ساعتين براح قبل الفجر؟ ايه المشكلة؟ هتنامهم؟ هتصحى مريح؟ لا خالص، مين اللي هيقرف؟ هتصحى رمضان بنقرف كلنا، سواء اتفقنا على حاجة أو اختلفنا على حاجة. يومين، أول يومين، بعد كده كل واحد خلاص بعد كده مش بننام بدري، بيتعود على مش بنعمل أي حاجة بدري، كل حاجة بتبقى متأخر. لا خالص. أيوة أنا مع السحور إن هو يبقى خفيف ويبقى بدري، علشان نبقى الدنيا حلوة كده، وساعة الفطار نحط الفطار الكتير اللي أنا قلت لكم عليه في الأول ده. طب لحظة، يعني أنت هتحط كمية الفطار الكتيرة قوي دي على السفرة؟ أفطر حلو أتسحر خفيف. لحظة، وتسحر بدري. كمية الفطار الكتيرة دي على السفرة وبعدين تتسحر بدري وبعدين تتسحر خفيف، إيه اللوجيك؟ هو ده اللوجيك، ده اللي عندي، ده الطريقة اللي الناس اللي بيحبوا رمضان القديم. لحظة، اللي بيحبوا رمضان القديم بيستخدموها. ما يشاوليش والله العظيم، الحاجات الدخيلة بتاعتك دي هي اللي هتبوظ لنا رمضان. مبدئيا بقى احنا نتسحر نفطر حبه حلوين، اكل يشبعنا، بعدين نتسحر متاخر، ندي فرايتي في النص للحلويات. عادي برضو تلقي الحلويات بتاعتي. الحلويات بتاعتي ماشي. كل الناس طبعا مثلا كل الناس هتقول رايها. ممكن احنا انتوا كده كده هتقولوا لنا رايكم في الكومنتس وهتختاروا اني تيم فينا. حلو قوي. بس زي ما احنا متعودين ان كل حلقه بنتفق على حاجه. احنا بقى هنتفق على ايه المره دي؟ والله يا رميس، يعني حاسس ايوه وطي صوتك انا هاجي على نفسي ان انا هتفق معاكي. لا ما تحسسنيش انك جاي على نفسي على حاجه. لا انت مش هاجي على نفسي. لا بجد هاجي على نفسي. لا مش جاي على نفسي. هنتفق ان احنا بعد اول كام يوم. اعترف انك مش جاي على نفسك الاول. لا لا جاي على نفسي بجد، ان انا هتفق مع نقير ده جاي على نفسي. بس احنا اللي عايزين نتفق عليه ان احنا بعد كام يوم من رمضان اسبوع 10 ايام بنبدا نتعود ان اي فطار بيتحط، اي سحور بيتحط، بناكل في اي وقت، المهم ناكل اي حاجه او ما اكلناش اصلا. بالظبط. الموضوع مش بعد اول تقريبا 15 يوم من رمضان احنا بنثبت 60%. انت بتاخدي على الاكل بعد 15 يوم يا دوبك. والله العظيم يا دوبك، حاجه غريبه جدا. في 15 يوم، 4 ايام علشان ياخد على الحاجات دي. 15 يوم، 15 نص رمضان كتير. نص رمضان بناه ونص رمضان بناه. ما علينا. بس
طب احنا كده اتفقنا؟ كده اتفقنا على غير العادي، مش دايما هنتفق بالظبط، بس دي مش دي مشكلتنا. دي كانت حلقتنا النهارده. طبعا احنا مستنيين رايكم في الكومنتس وتشوفوا فريق مين فينا، نائر ولا ونقير؟ بالظبط. شكرا.